السلام عليكم. بإذن الله هتكون محاضرتنا اليوم عن الميثود اوف سيبيرابل اوف فاريابل، وهي طريقة فصل المتغيرات، وهي طريقة تستخدم لحل المعادلات البارشال ديفرنشال ايكويشن من النوع الويف ايكويشن والهيت ايكويشن. وده شكل المعادلتين اللي بيتحلوا بطريقة الميثود سيبرابل اوف فاريابل، وبنديها اختصار MSV عشان الناس برضو تبقى عارفة الاختصار بتاعها، وبتحل المعادلات البارشال ديفرنشال ايكويشن من حيث اللي هي الويف والهيت ايكويشن بس. ده شكل المعادلات اللي احنا درسناها قبل كده. المعادلة الويف بتكون يو اكس اكس بتساوي 1 على السي تربيع يو تي تي، والهيت عبارة عن اليو اكس اكس بتساوي 1 على الكي في اليو تي. هي بتحل المعادلتين التفاضليتين دول بالإضافة لأن هو لازم يديني boundary condition و initial condition. هنشوف الشروط دي هي عبارة عن إيه وليه سموها boundary condition، والشرط التاني سماه initial condition. إحنا هندي مثال كده إن إحنا هنشتغل على معادلة wave اللي هي بالشكل اللي قدامنا ده، UXX بتساوي 1 على C square UTT. بيديني لازم عشان احل المعادله دي بطريقه الام اس في، طريقه فصل المتغيرات، لازم زي ما قلت يديني الشرطين دول، الباوندري والانيشال. الباوندري كونديشن هو عباره عن ايه؟ بندي له برده اختصار بي سي عشان الناس تبقى ايه، لو كتبنا بي سي تبقى الناس عارفه. الباوندري كونديشن هو عباره عن هما شرطين. الشرط الاولاني بيقول ان اليو لما الاكس بصفر وتي بتساوي اليو لما الاكس بال وتي، والاثنين يكونوا بيساوي صفر لما تكون الاكس محصوره ما بين الزيرو والال. اولا هنلاحظ كلمه باوندري كونديشن، هو ليه سموا الشرط ده باوندري؟ لان هو هنا اداني حدود الاكس من الصفر للال، والال دي بتبقى متغيره على حسب كل مثال، تبقى ب3 تبقى ب5، بتبقى بقيمه معينه بتتحدد في الامثله. احنا هنا هنشتغل بشكل جنرال لما تكون الال دي مش معلومه بالنسبه لي. فهنلاحظ ان حدود الاكس محصوره ما بين الصفر والال، وهنلاحظ ان الاكس هنا اتغيرت، مره خدت صفر ومره خدت القيمه الثانيه لما كانت الاكس هنا بال، واداني الناتج الاثنين بصفر. يبقى الاكس بتتغير بالحدود اللي هو بيبقى محددها لي في الفتره دي، عشان كده سماها باوندري كونديشن. الانيشال بقى كونديشن ده الشرط الثاني اللي لازم يذكره في المثال عشان نقدر نحل بطريقه الام اس في، وهو ان ليه سماه برضو الانيشال كونديشن. الناس تاخد بالها الانيشال هنا يقصد بيه ان انا بحط التيب 0، انا عندي اليو دي، ده الحل بتاع المعادله التفاضليه اللي هي الويف دي، الحل بتاعها عباره عن يو اوف اكس وتي. فهو هنا ذكر لي الشرط الثاني الانيشال عباره عن اليو اوف اكس وزيرو لما التي بتكون بتساوي صفر في الحل ده، الداله بتساوي اف اوف اكس، ولما التي بتساوي زيرو بس مش في الداله الاصليه اللي هي الحل لكن في اليو تي، اليو تي اللي هو التفاضل الجزئي للداله يو بالنسبه للتايم، بيساوي ناتج داله معينه بتكون بشكل معين بنسميها جي اوف اكس. الانيشال كونديشن ده ان احنا بنحط التي بزيرو في اليو ذات نفسها وفي اليو تي اللي هو التفاضل الجزئي لليو بالنسبه للتايم. الداله اف والداله جي احنا برضو هنشتغل هنا في الشكل العام ايا كانت الداله اف والداله جي، وهنشوف ايه اللي هيحصل. اللي بيتغير في المثال عن الشكل العام اللي انا بذكره ده اربع حاجات الناس تاخد بالها: ان قيمه السي دي بتبقى معلومه في المثال باي رقم، ان الاكس بقى محصوره ما بين الصفر والال دي برضو تاخد اي رقم تاني، التغير ما بين الداله اف والداله جي يكونوا باشكال معينه مختلفه، باكس باي اس اكس بساين باشكال على حسب المثال. يبقى انا عندي حاجات متغيره، احنا هنشتغل المثال ده ان هو بشكل عام ايا كانت قيمه السي ايا كانت قيمه الال ايا كانت قيمه الداله اف والداله جي. اول حاجه كخطوات الحل عندي ان انا بفرض شكل الحل اللي هو اليو اوف اكس وتي، ده شكل الحل عباره عن حاصل ضرب دالتين، داله اسمها اكس اوف اكس وتي اوف تي، يبقى حاصل ضرب دالتين اكس وتي، ده هو الحل. انا بفرض ان الحل هيطلع عباره عن كده، حاصل ضرب الدالتين دول في بعض، اللي هو حل مين؟ اللي هو حل المعادله الويف اللي احنا ذكرناها فوق دي، اللي هو طالب حلها. بنسمي المعادله اللي احنا فرضناها ان هي شكل الحل معادله دبل ستار. طب هي الستار فين اصلا؟ بنسمي المعادله اللي هو عايز يحلها دي بنسميها ستار، المعادله اللي فوق دي بنسميها ستار. انا بفرض شكل الحل ان هو حاصل ضرب الدالتين دول، بنسمي الداله دي دبل ستار بالشكل ده، ونبتدي نجيب المحتويات بتاعه الداله اللي فوق دي. انا عايزه يو اكس اكس وعايزه يو تي تي، نبتدي نفاضل الداله دي يو دي بالنسبه للاكس، هتديني ايه؟ تفاضل الاكس بالنسبه للاكس هيديني اكس داش، تفاضل التي بالنسبه للاكس مفيش، ثابت بتي،
طب عايزين نفاضلها كمان مرة يو اكس اكس، هيبقى تفاضل الاكس داش باكس دبل داش، والتي هينزل معايا ثابت. هنبتدي نجيب اليو تي، هنفاضل الدالة دي بالنسبة للتايم. تفاضل التايم هنا بنقول ايه، الاكس هتنزل ثابت والتي لما هنفاضلها، التفاضل بالنسبة للزمن ما بيدينيش داش، بنسميه تي دوت. لما نيجي نفاضل اليو كمان مرة بالنسبة للتايم، فاحنا هنحصل على يو تي تي، هيبقى عبارة عن اكس والتي دوت، ان هي معناها متفاضلة مرة، لما نفاضلها كمان مرة هيبقى اسمها تي دبل دوت. يبقى التفاضل هنا بالنسبة للتايم ما بنسميهوش داش، لكن بنسميه دوت ودبل دوت. انا جبت اليو اكس اكس وجبت اليو تي تي، اروح اعوض في المعادلة ستار اللي فوق دي، اللي هي كان مطلوب ان انا وجدت لها الحل، المعادلة التفاضلية الجزئية دي. الطرف الشمال يو اكس اكس اهو، اكس دبل داش في التي جبته من هنا. الطرف الثاني واحد على السي تربيع في اليو تي تي، اليو تي تي منين؟ جبناها من هنا، جبنا القيمة اكس في التي دبل دوت حوضناها بيها هنا. تاني خطوة ان انا بقول ان انا هقسم المعادلة اللي طلعت دي في حاصل ضرب اكس على اكس في تي، يبقى هنقسم المعادلة دي الطرفين دول على حاصل الضرب اكس في تي. لما هنقسم هنا على اكس في تي، التي دي هتطير ويتبقى لي اكس دبل داش على اكس. لما نقسم الطرف اليمين على اكس في تي، فالاكس هتطير، هيتبقى لي واحد على سي سكوير في تي دبل دوت على بعد ما قسمنا المعادلة على حاصل ضرب اكس في تي، حصلنا على الاكس دبل داش على اكس، ده الطرف الشمال، والطرف اليمين واحد على السي سكوير في تي دبل دوت على تي. هنلاحظ ان المعادله دي احنا بنفرض ان هي بتساوي لامدا، واللامدا دي بتساوي ثلاث احتمالات، يا اما بتساوي زيرو، يا اكبر من زيرو، يا اقل من الزيرو. بنبتدي ناخدهم احتمال احتمال ونحسب يا ترى انهي حاله فيهم اللي هتحصل منها على حل. فالكيس الاولى ان هفرض ان لامدا بتساوي زيرو، هنساوي مين بيساوي زيرو؟ هنساوي الطرف ده اللي هو اكس دبل داش على اكس بلامدا، والحاله الاولى بتقول ان هي بصفر، وهساوي الطرف ده واحد سي سكوير على تي في تي دبل دوت على تي بزيرو برضو اللي هي قيمه اللامدا. وبنقسم الصفحه كده نصين، والمفروض لما بمشي في الاتجاه الشمال ده بحصل على داله اكس اوف اكس، وهنا لو مشيت في الاتجاه اليمين بحصل على داله تي اوف تي. فاحنا الاتجاه اليمين بنأجله شويه وما بنشتغلش فيه لغايه ما هنشوف الداله اكس اوف اكس اللي هتطلع من اللي على الطرف اللي على الشمال شكلها ايه. فاحنا في الحاله دي اكس دبل دوت اكس دبل داش على اكس بتساوي زيرو، يبقى اكس دبل داش بتساوي زيرو، عشان انا عندي دي المعادله دي بالنسبه لي معادله متفاضله مرتين، عايزين نلغي التفاضل فبنكامل، لو كملتها مره فتكامل الزيرو هيديني ثابت سي واحد، اكملها كمان مرة هحصل على الدالة الاصلية اكس اوف اكس بتساوي سي واحد في اكس زائد سي اتنين. وبنسمي المعادلة دي المعادلة رقم واحد، وبنلاحظ ان بنكون فيها مجهول السي واحد والسي اتنين. هنلاحظ ان المعادلة رقم واحد المجهول فيها السي واحد والسي اتنين. عشان نوجد الثوابت دي فانا بلجأ للباوندري كونديشن اللي هو ذكرهم في بداية المثال، وانا هسميهم البي سي واحد، يعني الباوندري كونديشن الاولاني كان بيقول اليو اوف زيرو وتي بيساوي زيرو، معناه ان انت لما تحط الاكس بزيرو في الدالة اللي انت فرضتها اللي هي شكل الحل ساوي الناتج بزيرو. احنا فرضنا ان الشكل بتاع الحل عبارة عن اكس اوف اكس وتي اوف تي، لا اهي موجوده هنا تحت اهي، ممكن الناس تبص عليها. ده كان اللي احنا فرضناه في السلايد اللي قبل كده، ان اليو اوف اكس وتي كانت عباره عن داله اسمها اكس مضروبه في داله اسمها تي. هو بيقول لي بقى حط الاكس دي بزيرو وساوي الناتج بزيرو. فنطلع فوق تاني كده للخطوه دي، هنقول ايه؟ ان حط الاكس بزيرو، الاكس سمول طبعا، هي اللي هتتحط هنا بزيرو، وساوي الناتج بكام؟ بزيرو. فانا عندي حاصل ضرب دالتين، ادي داله منهم اهي، والداله الثانيه تي اوف تي بيساوي زيرو. عندي حاصل ضرب حاجتين بيساوي صفر. الاحتمالات اللي عندي يا اما الداله تي اوف تي كلها بزيرو، يا اما الاحتمال الثاني ان اكس عند نقطه معينه وهي اكس سمول بزيرو هي اللي بصفر. طب نعمل ايه في الحاله دي؟ قدامي الاختيارين، انا اللي احدد مين فيهم اللي هيكون بزيرو. انا هستبعد ان التي اوف تي هي اللي تساوي صفر، ما تساويش صفر. ليه؟ ليه التي اوف تي ما تساويش صفر؟ لان في الحاله دي انما اقول التي اوف تي يعني الداله تي عند جميع قيم تي سمول الداله دي بتساوي زيرو.
فمعناها ايه؟ لما نرجع هنا للحل كده في الاول احنا كنا قايلينه، معنى ان انت لما تحط تي اوف تي دي بزيرو يبقى الحل كله في الاخر هيطلع هيبقى بزيرو، وده طبعا انت من الاول كده بتنفي ان الحل بتاعك كله بصفر، فنبعد عنها. طب الاحتمال الصح هو ده اللي احنا هناخده، ان انا هقول الاكس عند نقطة بس مش كل قيم اكس، يعني اكس كابيتال الدالة عند جميع نقاط اكس سمول، لا انا مش بقول عند جميع كل النقط للاكس، انا بقول عند نقطة معينة للاكس سمول وهي الزيرو، عند نقطة واحدة بس الدالة دي بصفر. خلاص يبقى ما ناخدش الاعم وناخد اللي عنده نقطة بس هي اللي بتساوي الزيرو، يبقى انا هستبعد التي اوف تي لا تساوي الزيرو، اكس اوف زيرو عند نقطة بس هي دي اللي بتساوي صفر، وده اللي انا كتبته اهو، ان الاكس عند نقطه بس ما اكس سمول بتساوي صفر، الداله بتساوي صفر من الفرض اللي هو الباوندري كونديشن الاولاني اللي هو ذكره بتساوي زيرو. بعد كده بقول ايه السهم اللي هو المعرج ده، يا شباب معناه ان احنا هنروح نعوض في المعادله رقم واحد، نروح نستفيد بان الاكس عند الاكس سمول بزيرو الداله بتساوي زيرو، نروح نعوض فين بالكلام ده؟ في المعادله واحد، نروح للمعادله واحد حطوا اكس بزيرو، هنا ما نحط الاكس بزيرو فمعناها ايه؟ ان سي 2 بتساوي كام؟ بتساوي زيرو، ما احنا هنحط الاكس سمول بزيرو وهنساوي الناتج بصفر، يبقى اكس 2 من هنا هتطلع بزيرو. ناخد الباوندري كونديشن الثاني اللي هو بي سي 2، كان بيقول ايه؟ اليو اوف ال وتي الداله يو اوف اكس وتي لما تشيل الاكس وتحطها بال الناتج يساوي زيرو، نروح للداله يو اوف اكس وتي، المفروض كان فيه هنا اكس سمول، هيشيلها ويحط مكانها مين؟ هيشيلها ويحط مكانها ال اللي هي هنا، يبقى اكس اوف ال في التي اوف تي بيساوي صفر من المعادله الباوندري كونديشن رقم 2. طيب قدامي برضو احتمالين، ان التي اوف تي ولا الاكس اوف ال هي اللي بزيرو، احنا هنستبعد اتفقنا في الحاله اللي فوق ان احنا هنستبعد ان الاكس عند جميع قيم تي هي اللي بتساوي صفر، لان من الاول كده يبقى انا بنفي الحل بتاعه بقول ان هو بزيرو، لكن هنلجا لان احنا هنقول الاكس عنده نقطه اكس سمول لما تساوي ال عنده نقطه معينه هي اللي بتساوي صفر، يبقى انا وصلت لان اكس اوف ال، ال دي طبعا هنا مش معلومه بالنسبه لي لكن في المثال هتبقى برقم معين، الاكس اوف ال هي اللي بصفر. طب هنستفيد منها في ايه؟ ان احنا هنروح نعوض، اتفقنا السهم ده يبقى نروح نعوض في المعادله رقم واحد، المعادله رقم واحد بس نستفيد ان احنا قايلين ان اكس 2 بكام؟ بزيرو، يبقى اكس 2 بزيرو خلاص دي اتشطبت معايا، حط اكس بال وساوي الناتج بزيرو، يبقى سي 1 في ال بتساوي زيرو، يبقى سي 1 بتساوي صفر. طب انا دلوقتي جبت اكس 2 بزيرو واكس 1 كمان بزيرو، مين اللي كانت محتاجه الاكس 1 والاكس 2؟ لو الناس فاكره كانت المعادله رقم 1 دي كان مجهول فيها سي 1 وسي 2، ورحنا استخدمنا الباوندري كونديشن الاولاني والباوندري كونديشن الثاني عشان اجيب الثوابت دول. لما نعوض على اكس 1 بزيرو واكس 2 بزيرو، فبالتالي اكس عند جميع قيم اكس، اكس اوف اكس بكام؟ بصفر. طب اكس اوف اكس مين اللي كانت محتاجاها؟ المعادله اللي احنا سميناها في الاول دبل ستار، نروح نعوض فيها عن اكس لجميع قيم اكس بصفر. طب اهي يا باشمهندسين ده المعادله الحل اللي احنا فرضناه، اكس اوف اكس مضروبه في تي اوف تي، انت بتقول ان الاكس عند جميع قيم اكس لما طلعنا الثوابت بقت الداله دي كلها بصفر، وبالتالي لما تتضرب في التي اوف تي ايا كانت قيمه التي اوف تي الحل هيكون بصفر، يبقى الحل اللي انا فرضته اللي هو عباره عن حاصل ضرب الدالتين واحده منهم جت بصفر، وبالتالي الحل ده بصفر، والحل ده احنا بنسميه حل بالنسبه لنا حل تافه او حل مرفوض، احنا رياضيا بنرفضه. طب الناس السؤال اللي احنا كنا في الاول كده احنا قعدنا نحسب اكس اوف اكس، المفروض الجهه اليمين دي انا ما كملتش حل فيها، انا سويت الطرف اللي على اليمين ده بلمضه وقلت ان هو بيساوي صفر وما كملتش حل في الجهه دي لو الناس فاكره. طب ليه ما كملناش حل هنا؟ الطرف اللي على الشمال جاب لي داله اسمها اكس اوف اكس، طب الطرف اللي على اليمين ده لو انا اشتغلت فيه هيجيب لي داله اسمها تي اوف تي، طب ما انا اصلا مش مضطره ان انا احسبها ولا اجيبها، ليه؟ لان في النهايه ايا كانت التي اوف تي دي هتتضرب في اكس اوف اكس، وانا جبت الاكس اوف اكس من الطرف الشمال ده كله طلعت بكام؟ طلعت بزيرو، خلاص مش محتاج اعرف التي اوف تي بكام، والحل بالنسبه لي هنا يكون حل مرفوض في الحاله الاولى اللي هي لامدا بتساوي زيرو. ناخد الكيس الثانيه وهي ان لامدا اكبر من الزيرو، طب اكبر من الزيرو انا هفرضها بتساوي بي تربيع، طب بي تربيع ليه؟ إيه علشان البي دي مهما كانت قيمتها حتى لو كانت سالبه فانت دايما مربح، فخلاص بقت دايما، يبقى انت حطيت التربيع عشان تضمن ان دايما اللمضة موجبة اكبر من الصفر. احنا هنرجع من نفس النقطة اللي بدأنا فيها نقسم ان الحل بيساوي لمضة، هقول ان اكس دبل داش على اكس
بتساوي 1 على سي تربيع تي دبل دوت على تي بتساوي لامدا، ولامدا في الحالة الكيس التانية بتساوي بي تربيع. يبقى هاخد الطرف ده أسويه بالبي تربيع، واخد الطرف اليمين ده وأسويه بالبي تربيع، وهستنى مش هشتغل في الطرف ده، وهجيب التي اوف تي واشوف الاكس اوف اكس هتطلع بكام الاول. نروح هنا زي ما عملنا في الحاله الاولى، هنضرب اكس دبل داش في هتساوي بي سكوير في اكس، من هنا يبقى اكس دبل داش ناقص بي سكوير في اكس بتساوي زيرو. فاكرين المعادله دي كنا بنحلها في الترم الاول بحاجه احنا درسناها اسمها ديوبريتور، المؤثر التفاضلي. كنا بنعمل ايه؟ الاكس دبل داش متفاضله مرتين، يبقى دي تربيع ناقص بي تربيع من هنا، واخد الاكس عامل مشترك. يبقى انا حولت المعادله دي للديوبريتور. وكنا بنقول الترم اللي فات ان الديوبريتور انا عندي حاجتين، القوس ده يا اما بصفر يا اما الاكس اللي بصفر. طبعا الاكس مش هتبقى بصفر، يبقى الاحتمال اللي عندي ان القوس ده هو اللي بيساوي زيرو. وكنا بنقول ما ينفعش نساوي الديوبريتور بزيرو، فكنا بنستخدم حاجه اسمها المعادله المساعده، اللي انت تدي رمز مختلف بس عن الديوبريتور. فاحنا كنا بنسميه مثلا الفا، بدل الدي تربيع سميناه الفا تربيع ناقص دي تربيع القوس اللي فوق ده سوى زيرو، بس غيرنا الرمز الدي لالفا عشان ما ينفعش نقول ان الدي اوبريتور بيساوي زيرو. بعد كده جبنا الالفا تربيع، نجيب الجذور بتاع المعادله من الدرجه الثانيه دي. الفا تربيع بتساوي بي تربيع، يبقى الفا 1 و2 بتساوي موجب وسالب الفا سالب بي. طب الجذور الفا 1 و2 تساوي موجب وسالب بي. الجذر ده عباره عن ايه؟ ما انا كان عندي انواع من الجذور بناء عليها كان بيختلف الحل. الجذر موجب وسالب بي ده عباره عن ريال ونوت ريبيتد، الجذر ده حقيقي ومش متكرر. طب شكل الحل كان بيساوي ايه؟ لو الناس تفتكر كده اللي احنا درسناه الترم اللي فات، كنا بنقول الاكس اوف اكس في الحاله دي بتساوي ايه؟ سي 1 ثابت، سميه زي ما تسميه، سميه ايه سميه بي، احنا هنشتغل سي 1 وسي 2 في الاي بي تي زائد سي 2 في الاي سالب بي تي، اللي هي الفا 1 مكان البي دي، وهنا الفا 2 مكان البي او السالب بي الثانيه. يبقى انا دلوقتي جبت الحل للجذور لما كانت ريال ونوت ريبيتد، وده احنا درسناه الترم اللي فات. في الحاله دي يا باشمهندسين انا بسمي المعادله دي رقم 2، اللي هي مين؟ اللي هي قيمه الاكس اوف اكس او الداله اكس اوف اكس. نبتدي نلجا برضو مين اللي عندي في المعادله دي مجهولين؟ سي 1 وسي 2. هنلجا لمين؟ للباوندري كونديشن الاولاني، نفس الخطوات اللي احنا قلناها في الكيس الاولى. يبقى اليو اوف 0 وتي بتساوي صفر، ده الانيشال الباوندري كونديشن الاولاني، ده الباوندري كونديشن الاولاني. يبقى معناه ان انت تحط في المعادله دبل ستار، حط الاكس بزيرو ساوي الناتج بزيرو، الاكس سمول، لما نحط اكس سمول بزيرو ونساوي الناتج بزيرو، عندي احتمالين يا التي اوف تي يا الاكس اوف زيرو، واحنا خلاص اتفقنا ناخد الاقل اللي هو عند نقطه بس الناتج يكون بزيرو، ما ناخدش اللي ايه اللي عند جميع النقاط سواء التي كلها او الاكس كلها. يبقى انا هستخدم بس ان الاكس اوف زيرو هي اللي بتساوي صفر اهي. نروح نعوض بيها فين؟ في المعادله رقم 2. المعادله رقم 2 لما تحط الاكس بصفر، لما نحط الاكس بصفر، معلش يا شباب، التي دي اكس، التي دي هتشال وتكتب مكانها اكس، والتي دي برضو هيتكتب مكانها اكس. الناس تعدلها وانا هحاول اعدلها ان شاء الله بعد كده. السي 1 والسي 2 هينتج من ايه؟ لما احنا هنعوض هنا عن الاكس هنا بزيرو، مكان التي دي هتبقى اكس، اي اس 0 بواحد، وهنا اي اس 0 بواحد، فكل ده طار والاي دي طارت، فبقى لي سي 1 زائد سي 2 بيساوي زيرو. هسمي المعادله دي ايه؟ كابيتال ايه. ناخد الباوندري كونديشن الثاني، الباوندري كونديشن الثاني يو اوف ال وتي، شيل الاكس سمول وحطها بال وساوي الناتج بزيرو، يبقى الاكس اوف ال بروح فين؟ اعوض في اللي انا بقوله ده، بعوض في المعادله دبل ستار، بحط اكس سمول بال واساوي الناتج بزيرو، وقدامي الاختيارين يا اما اكس اوف ال هي اللي بزيرو يا تي اوف تي. خلاص اتفقنا ان الاكس اوف ال هي اللي بزيرو. استفيد بيها في ايه؟ ان انا اروح اعوض في المعادله رقم 2، المعادله رقم 2 اهي، اعمل فيها ايه؟ احط الاكس بكام؟ الاكس بزيرو. هنحط الاكس هنا بزيرو، وهنحط الاكس هنا بزيرو، لا مش هنحطها بقى بزيرو، احنا هنحطها بال، هنحط هنا الاكس، الاكس دي بال والاكس دي بال، هيبقى سي 1 في اي اس بي ال زائد سي 2 في اي اس سالب بي ال، ويبقى عندي معادله، والمعادله الثانيه دي هسميها بي كابيتال، ويبقى عندي معادلتين في مجهولين السي 1 والسي 2، المعادله كابيتال A والمعادله كابيتال
بي، احل المعادلتين كابيتال A وكابيتال B مع بعض علشان اوجد السي 1 والسي 2. هنبتدي نحل المعادله A وB زي ما قلنا عشان نوجد السي 1 والسي 2. هي السي 1 زائد السي 2 كانت بتساوي 0، يبقى السي 2 بتساوي سالب السي 1 من المعادله رقم A. هنروح نعوض بيها في المعادله رقم B. المعادله رقم B قدامنا اهي، بس هنشيل مين؟ كان هنا كده زائد سي 2، يبقى هشيل سي 2 وعوض عنها بسالب سي 1 واساوي الناتج بزيرو. يبقى ده التعويض في المعادله رقم بي كابيتال بي، لما شلنا سي 2 وحطيناها بسالب سي 1. اخد السي 1 مشترك، هيتبقى لي اي اس بي ال ناقص اي اس سالب بي ال، بيساوي كام؟ بيساوي زيرو. عندي احتمالين، يا اما السي 1 هي اللي بصفر، يا اما القوس ده هو اللي بصفر. اولا القوس ده لا يساوي الزيرو. ليه؟ الناس تاخد بالها من حاجه، احنا في الكيس الثانيه دي قلنا ايه؟ قلنا ان لامدا اكبر من الزيرو، وقلنا ان هي بتساوي بيتا ربيع، فانا ضامنه ان البي اصلا موجبه، البي اكبر من الزيرو، والال دي اصلا برضو اكبر من الزيرو، فبالتالي القوس ده عشان يطلع بصفر لازم يبقى القيمه دي واحد ودي واحد، يعني الاي اس زيرو ناقص اي اس زيرو، يعني الاس ده يبقى بصفر، والاس ده استحاله هيبقى بصفر، لان الاس ده اصلا اكبر من الزيرو، يبقى القوس ده كله لا يساوي الصفر، لنتيجه لان الاس بتاع دي والاس بتاع دي مش هيبقى بصفر. يبقى الاحتمال اللي عندي ان السي 1 هي اللي بتبقى بزيرو، ما عنديش احتمالات تانية. خلاص يبقى هستبعد ان القوس بزيرو، هقول ان السي 1 هي اللي بتساوي صفر. السي 1 بزيرو، خلاص وصلنا لكده. طب ايه علاقه السي 1 بالسي 2؟ ما السي 2 كانت بسالب السي 1، يبقى السي 2 كمان بكام؟ بصفر. السي 1 بصفر والسي 2 بصفر، هنروح نعوض بيهم فين يا باشمهندسين؟ في المعادله رقم 2. المعادله رقم 2 اللي كانت محتاجه السي 1 والسي 2، لما هنعوض فيها هتلاقوا ان الاكس اوف اكس بزيرو. طيب مين اللي هنحتاج الاكس اوف اكس؟ المعادله دبل ستار اللي هي كتحصل الضرب، اللي هي دي معادله دبل ستار قدامكم اهي، اكس اوف اكس في تي اوف تي، لما تعوض عن الاكس الجميع قيم اكس دي بزيرو قدامنا اهي، يبقى الناتج كله بكام؟ بزيرو. يبقى برضو ده حل بالنسبه لي مرفوض وتافه. طب انا الكيس الاولى لما لامدا بتساوي زيرو طلع حل بصفر، والكيس الثانية لما لامدا كانت أكبر من الزيرو برضو الحل اداني زيرو، بالنسبة لي ده حل مرفوض. أنا ما قداميش إلا الكيس الثالثة، والكيس الثالثة دي لازم تديني حل، ملهاش حق، مفيش أي مجال تاني قدامي. طب الكيس ثلاثة كانت بتقول إيه؟ هي دي اللي باقية، إن لامدا أقل من الزيرو، يعني لامدا بتساوي سالب بي تربيع. ليه سميناها سالب بي تربيع؟ البي أيا كانت سواء موجبة أو سالبة فأنت مربحها، فبقت موجبة فضربتها في سالب، فانت ضمنت ان هي على طول اقل من الزيرو لانها مقدار ايه؟ مقدار سالب. نبتدي من نفس النقطه، ناخد الطرف الشمال ونسويه باللمضه، والطرف اليمين للمعادله اللي احنا بنبتدي منها تاني ونسويها باللمضه اللي هي سالب بي تربيع. يبقى انا هنا اكس دبل داش على اكس هتساوي سالب بي تربيع، واحد على سي تربيع في تي دبل دوت على تي بتساوي سالب بي تربيع. وابتدي اشتغل بقى في الاتجاهين. برضو احنا في المثال اللي فات ده ما اشتغلناش في الطرف اليمين ده، لو انتوا فاكرين كده وارجعوا تاني للسلايد اللي قبلها هتلاقي احنا ما اشتغلناش في الطرف ده خالص. ليه؟ لان مش محتاجه اجيب التي اوف تي. ليه؟ لان التي اوف تي اصلا هتتضرب في الاكس اوف اكس في النهايه وهتبقى بزيرو. يبقى هنا يا باشمهندسين نبتدي نشوف هنعمل ايه في الحاله دي. هيبقى اكس دبل داش بتساوي سالب بي تربيع في الاكس، وبعدين نعدي الطرف اليمين ده جوه بتغيير الاشاره ونحلها بالدي اوبريتور، يبقى دي تربيع زائد بي تربيع الاكس مشترك بيساوي صفر. وقلنا ان احنا ما ينفعش نساوي الدي اوبريتور بزيرو، ناخد معادله مساعده باي رمز الفا او بيتا او اي حاجه انت حاببها. يبقى الفا تربيع زائد بي تربيع تساوي صفر، يبقى الفا تربيع بتساوي سالب بي تربيع. طيب هنا لما هنجيب الفا 1 و2 جذور المعادله دي هتساوي ايه؟ انا عندي هنا في سالب، فلما هناخد الجذر هيديني موجب وسالب اي بي. طب الالفا 1 و2 نوعها ايه الجذور دي؟ الجذور هنا طلعت كومبلكس ونوت ريبيتد، الجزء الريال هنا بزيرو والجزء التخيلي بكام؟ ببي. الجذر هنا طلع كومبلكس ونوت ريبيتد، فاكرين الحل كان بيبقى شكله ايه؟ الترم اللي فات كنا بنعمل ايه؟ ادي اهو شكل جنرال عموما كان بيبقى بالشكل ده، الفا 1 و2 بتساوي ايه؟ موجب وسالب اي في بي، ده كان الشكل لما يطلع الجذر كومبلكس ومش متكرر، هو والمرافق بتاعه، احنا متفقين ان الكومبلكس لازم يطلع هو والمرافق بتاعه. طيب الحل في الحاله دي كان عباره عن ايه؟ الاكس اوف اكس كانت بتساوي اي اس اي اكس اللي هو الجزء الريال هنا في
ثابت كابيتال ايه في كوزاين بي اكس، البي اللي جوه الزاويه بتاع الكوزاين اللي هي الجزء التخيلي ده، والبي اللي جوه زاويه الساين هي الجزء برضو التخيلي، والايه كابيتال والبي كابيتال عباره عن ثوابت. انا همشي بالشكل العام اللي انا كاتباه ده، هجيب الاكس اوف اكس اللي هي الحل بتاع الداله دي بقى، بما ان الريال بزيرو والتخيلي بتاع البي، وهسمي انا الثوابت بدل كابيتال ايه وكابيتال بي انا متعوده هسمي سي 1 وسي 2، فهيبقى سي 1 مكان الايه كابيتال ايه في كوزاين بي اكس زائد سي 2 في ساين بي اكس. عوضت في المعادله دي يا باشمهندسين عن الايه بصفر، سمول ايه بصفر، وسمول بي 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 اللي هي دي. خلاص كده حصلنا على الاكس اوف اكس، المعادله رقم 3. واحنا متفقين اول ما بنيجي عند المعادله دي بنقول مين المجهولين فيها، سي 1 وسي 2. بعد ما حصلنا على المعادله رقم 3 اللي قدامنا بالشكل ده، هنبتدي نشتغل في الجزء اليمين اللي هو كان بدايته 1 على سي سكوير في تي دبل دوت على تي بتساوي لامدا، ولامدا في الحاله دي بسالب بي سكوير، هيبقى تي دبل دوت بتساوي سي سكوير في تي في سالب بي سكوير. نعمل ايه في الحاله دي بقى؟ هنعديهم من الناحيه الثانيه بعكس الاشاره ونحولها للدي اوبريتور، التي دبل دوت هتتحول للدي سكوير، وبقيه الحاجات بي سكوير سي سكوير، وناخد التي مشترك، ونبتدي ناخد المعادله اللي ما بين القوسين دول نسويها بزيرو بس مع متغير جديد او رمز جديد اسمه الفا. هنكتب بدل دي سكوير هنكتب الفا سكوير، يبقى الفا سكوير هتساوي ايه لما نساوي القوس اللي فوق ده بزيرو؟ هتساوي سالب بي سكوير سي سكوير. يبقى الفا 1 و2 لما هناخد الجذر هيديني موجب وسالب اي سي بي. نوع ايه الجذر ده؟ كومبلكس ونوت ريبيتد، هيديني نفس الحل بنفس الطريقه اللي احنا ذكرناها هنا. يبقى الداله تي اوف تي، لان هنا احنا بنجيب مين؟ احنا بنجيب تي قدامنا اهي، يبقى انا هنا من الطرف اليمين ده لما همشي فيه الحاله الوحيده اللي اشتغلت في الطرف اليمين ووجدت تي اوف تي، لان انا عارف ان لازم ده هيديني حل. فالاكس اوف اكس لما تتضرب في تي اوف تي اللي هو الحل اللي انا فرضه من الاول في الحاله دي، التي اوف تي مش هتبقى بزيرو، عشان كده جبتها في الحالات الكيس الاولى والثانيه انا ما وجدتش اصلا الطرف ده ولا اشتغلت فيه لان كانت الاكس اوف اكس بزيرو. يبقى هيبقى سي 3، هنحط ثوابت جديده ما نسميش نفس الثوابت، الناس تاخد بالها استخدمت سي 1 وسي 2 قبل كده ما استخدمهمش تاني. يبقى سي 3 في كوزاين سي بي تي اللي هو الجزء التخيلي اللي اسمه سي بي ضربته في تي، خلوا بالكم ان هنا الداله مش داله في اكس، داله في تي، زائد متغير جديد او ثابت جديد اسمه سي 4 في ساين سي بي تي، ونسمي المعادلة دي رقم 4. يبقى أنا في الحالة دي عندي معادلتين، الإكس أوف إكس اللي هي معادلة رقم 3 والتي أوف تي في المعادلة رقم 4. عشان نوجد السي 1 والسي 2 في المعادلة السابقة، فإحنا بنلجأ للباوندري كونديشن الأولاني والباوندري كونديشن الثاني. هناخد الباوندري كونديشن الأولاني اللي بيقول يو أوف 0 وتي بتساوي 0، معناها حط في المعادلة دبل ستار، حطي لي الاكس بصفر وساوي الناتج بصفر. معادله دبل ستار كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن اكس اوف اكس في تي اوف تي، فاحنا هنحط هنا الاكس بزيرو وقدامي الاختيارين زي ما قلناها في الاول، يا اما اخد عندي جميع نقاط تي تي اوف تي بزيرو، يا اما اخد الاكس اوف الزيرو عند بوينت معينه اللي هي اكس سمول بصفر هي اللي بس بزيرو، وانا باخد الحاله دي ان الاكس اوف الزيرو هي اللي بصفر. ونستفيد منها ان احنا نروح نعوض في المعادلة رقم 3 اللي هي باللون الاحمر اللي قدامنا ده، هنحط فيها الاكس بزيرو في الزاوية بتاعت الساين والكوزاين، يبقى الساين زيرو بصفر كوزاين زيرو بواحد، هحصل منها على ان السي الواحد واساوي الناتج ده طبعا بزيرو، هحصل منها على السي واحد بصفر. ناخد الباوندري كونديشن 2 اللي هي كانت بتقول اليو اوف ال وتي بتساوي زيرو، يعني هناخد اكس سمول في المعادله الدبل ستار نحط فيها الاكس بال ونضربها في الداله تي اوف تي ونساوي الناتج بصفر، وقدامنا برضو الاختيارين ان ناخد الاكس اوف ال يا ناخد الداله تي اوف تي. احنا هنختار اللي هي عند بوينت واحده ان احنا نحط اكس سمول بال هي اللي بتساوي صفر، ومنها نروح نعوض في المعادله رقم 3 اللي هي فوق بالاحمر دي، بس على اعتماد ان احنا قبل كده حسبنا سي 1 بكام؟ سي 1 بزيرو، فباقي لي سي 2 في ساين بي اكس هي اللي بتساوي صفر، بس احنا هنشيل كل اكس ونحطها بكام؟ ونحطها بال زي الباوندري كونديشن رقم 2 ما قال. في الحالة دي انا عندي حاجتين حاصل ضربهم بيساوي زيرو، ساين بي ال
يا اما هي اللي بصفر يا اما سي 2 بصفر. ونركز ان احنا دلوقتي في الحاله الثالثه، فالحاله الثالثه دي لو احنا فرضنا ان سي 2 دي كمان بصفر، فبالتالي الاكس اوف اكس هتطلع بزيرو، ويكون الحل رقم 3 كمان حل مرفوض بالنسبه لي وبيساوي صفر. يبقى انا هستبعد ان اكس 2 هقول ان هي ما تساويش الصفر، فقدامي احتمال تاني ان هي ساين بي ال تكون بتساوي ايه؟ تكون بتساوي زيرو. امتى ساين الساين بتساوي زيرو؟ لما يكون الزاويه بتاعتها عباره عن ان باي. فاكرين ساين ان باي لما كنا بنقول ان هي بزيرو؟ فاحنا في الحاله دي هناخد الزاويه تبقى اسمها بي ال هتساوي ان باي. يبقى منها نقدر نجيب الباي، الباي هتساوي ان باي على ال من مساواه الزاويه لداله الساين بان باي، عشان يكون الناتج بتاع ساين بي ال باي بي ال هي اللي بايه؟ هي اللي بزيرو. يبقى دلوقتي انا اقدر اقول ان ده عبارة عن قانون عام هستخدمه بعد كده، ان البي بتساوي ان باي على ال. يبقى ال متغيرة من كل مسألة للتانية بقيمة، يبقى انا عارف من البداية ان انا هحسب ان البي بان باي على ال واحط قيمة ال. بعدين ناخد السي 1 والسي 2 ونعوض في المعادلة رقم 3 فوق اهي. المعادلة رقم 3 انا جبت السي 1 بزيرو، السي 2 لا تساوي الزيرو، ولكن البي بقت معلومة بالنسبة لي بان باي على ال. ادي الناتج لما عوضنا عن السي 1 بزيرو والسي 2 موجودة، وشلنا البي وحطيناها بان باي في اكس على ال بالشكل ده. المعادلة دي دلوقتي انا هستفيد بيها، بس نفكر كده الناس ان كان في لما مشينا في الطرف اليمين وجدنا داله اسمها تي اوف تي، لو الناس كانت فاكراها لما سميناها الداله دي رقم، المعادله دي رقم 4 كانت عباره عن السي 3 في كوزاين سي بي تي زائد سي 4 في ساين سي بي تي. هنستفيد بالمعادلتين دول الاكس اوف اكس والتي اوف تي، وهناخدهم الاثنين ونعوض بيهم في المعادله دبل ستار اللي هي الحل. ادي المعادله دبل ستار اللي هفكر الناس بيها، اليو اوف اكس وتي بتساوي اكس اوف اكس في تي اوف تي. هناخد المعادله اللي فوق دي سي 2 هنضربها في سي 3 في ساين بالزاويه بتاعتها في الكوزاين بالزاويه بتاعتها، زائد سي 2 في سي 4 في ساين في ساين، مع التعويض عن قيمه البي في الساين الزاويه بتاعت المعادله تي اوف تي. فهنحصل على سي 2 سي 3 ساين ان باي اكس على ال اللي هي من فوق دي في كوزاين، مين بقى الجديد في الزاويه هنا؟ كان في هنا بي، البي هنشيلها ونحطها بايه؟ ان باي على ال. يبقى في سي اصلا من القانون في البي اللي هي ان باي على ال في التي، زائد سي 2 في سي 4 حاصل ضرب المعادلتين دول في بعض في ساين الزاويه بتاعتها في ساين الثانيه، مع ان احنا بنشيل قيمه البي دي ونحطها بان باي على ال. هنحصل على المعادله دي. المعادله دي هنلاحظ ان عندي مجموعه من الثوابت مضروبه في بعض هنا ومجموعه من الثوابت مضروبه في بعض هنا. هسمي الثابتين سي 2 في سي 3 ثابت جديد اسمه سي ان، وسي 2 في سي 4 ثابت جديد اسمه دي ان. ونبتدي بقى في الحاله دي نحط صمشه. يبقى الحل النهائي للداله اليو اوف اكس وتي عباره عن الصمشن لسي ان في ساين في كوزاين باختلاف الزوايا، هنا اكس وهنا تي، في الدي ان في ساين في ساين الزاويه الثانيه. هنلاحظ ان المعادله دي هي دي الحل النهائي، ده الحل النهائي اللي هنحصل عليه. بس في المعادله دي احنا هنسميها تريبل ستار، هي دي الحل الاخير. بس هنلاحظ ان في مجهولين، المجهول الاول اسمه سي ان الثابت ده مش عارفينه، والمجهول في المعادله دي برضو الثاني اسمه الدي ان. يبقى انا عندي دلوقتي لازم ألجأ ان انا احسب السي ان والدي ان عشان تبقى المعادله تريبل ستار هي المعادله النهائيه اللي بتمثل الحل ومعلومه كلها بالنسبه لي. من ايه الناس تاخد بالها وتلاحظ ان في حاجه احنا ذكرناها في اول المثال خالص ما جبناش سيرتها لغايه الان، وهي ايه؟ الانيشيال كونديشن. احنا اشتغلنا بالباوندري كونديشن 1 والباوندري كونديشن 2 عشان نجيب السي 1 والسي 2 وفي النهايه اللي احنا سميناهم سي ان ودي ان. طيب عشان اوجد بقى سي ان دي ودي ان دي استخدم ايه يا باشمهندسين؟ استخدم الانيشال كونديشن الاولاني اللي هو كان بيقول اليو اوف اكس بزيرو بتساوي داله اسمها اف اوف اكس. ايا كانت بقى الداله دي انا هشتغل شكل جنرال ان هي الداله اسمها اف اوف اكس، تبقى باي تبقى باكس تبقى باي داله ساين كوزاين زي حسب كل الامثله بقى ما يذكرها فيها. يبقى دلوقتي يا باشمهندسين الشرط ده بيقول لي ايه؟ الانيشال كونديشن الاولاني بيقول لي حط التي بزيرو ويساوي الناتج ب اف اوف اكس. بس هتحطه في مين؟ هتحط مين؟ التي بزيرو في المعادله تريبل ستار اللي هي اول معادله فوق مكتوبه قدامكم اهي.
التريبل ستار اهي، حط التي بصفر، حط هنا التي بصفر، يبقى ساين دي بصفر، خلاص طار الترم ده كله. حط يحط التي هنا بصفر، بقى دي بواحد، اتبقى لي سي ان ساين ان باي اكس على ال اهي، سي ان ساين ان باي اكس على ال في السمشن. وانت بيقول لك لما تحط في المعادله دي التي بزيرو ساوي الناتج باف اوف اكس، يبقى الاف اوف اكس هتساوي المقدار ده كله السمشن ده. طب بصوا لها كده يا باشمهندسين، احنا درسنا ايه في اول الترم؟ الناس فاكره فورير سيريز، احنا الشكل ده بالظبط انا عارفاه، سمشن ثابت. لو دخلنا الثابت السي ان ده درينا عليه كده وكتبناه بي ان، سمشن بي ان في ساين ان باي اكس على ال، دي مين بتفكرنا بمين؟ فورير ساين سيريز. انا عايز اجيب السي ان، فالمعادله اللي قدامي دي كده هي شكل المتسلسله بتاعه الساين فورير سيريز. يبقى السي ان اللي انت مطلوب ان انت تجيبه هو بالظبط بيكافئ مين؟ البي ان اللي انت كنت بتحسبه من فورير سيريز. يبقى السي ان اللي انا عايز اجيبه في المعادله تريبل ستار هو بيكافئ بالظبط البي ان اللي احنا كنا بنحسبه من فورير سيريز. طب ما لما الداله يتحقق فيها ان هي فورير ساين سيريز، يعني انا عندي ايه؟ هكامل على نص الفتره واضرب التكامل في 2، يبقى القانون بتاع البي ان 2 على ال في التكامل من صفر ل ال، الداله اف اوف اكس في ساين ان باي اكس على ال دي اكس. يبقى هجري التكامل ده وفي النهاية هوصل للسي ان بكام؟ طيب باقي لي لسه في ثابت تاني اللي هو الدي ان، انا لسه ما جبتش الدي ان. اخد الانيشال كونديشن التاني اللي هو كان بيقول لي ايه؟ اليو تي لما الاكس وتي بزيرو، لما الاكس مش معلومة والتي هي اللي بزيرو، يعني عوض في اليو تي لما تفضل الدالة يو بالنسبة للزمن، حط التي بزيرو وساوي الناتج بدالة اسمها جي اوف اكس برضه تتغير من المثال للتاني قيمة الدالة دي. طيب انا اصلا التفاضل اليو بالنسبه للتي مش عندي، مجهول بالنسبه لي. طب ما انا عندي اليو اوف تي، ما هي اليو اوف تي فوق اهي، ابتدي افاضلها بالنسبه للزمن. اما نفاضل الداله دي كلها بالنسبه للزمن، خلوا بالكم الحاجات اللي في اكس تتعامل ثابت، يعني ده كله هينزل ثابت، سي ان في ساين ده ثابت، وكامل وفاضل مين؟ وفاضل الكوزاين، هيديني السالب والساين بنفس الزاويه. في تفاضل الزاويه، ادي تفاضل الزاويه بتاعت مين؟ بتاعت الكوزاين دي اللي بعدها، دي ان ساين دي اكس مانيش دعوه بيها، اجلي فيها التي، انا بفاضل دي بالنسبه للتي، هتديني كوزاين نفس الزاويه في تفاضل الزاويه. نبتدي بقى في الحاله دي، ادي ده التفاضل الجزئي للداله يو بالنسبه للزمن، حط فيه التي بزيرو وساوي الناتج بداله اسمها جي اوف اكس، يبقى جي اوف اكس هتساوي لما نعوض في المعادله اللي فوق دي بعد ما فاضلناها بالنسبه للزمن، نعوض فيها عن التي بزيرو، اما نحط التي بزيرو يبقى ده كله طار، الترم اللي فيه سي ان ده طار. يتبقى لي هنا كوزاين دي بواحد، يتبقى لي دي ان ساين في التفاضل بتاع الزاويه اللي هو سي ان باي على ال. طيب ما ده ثابت والدي ان ده ثابت، ايه اللي يحصل؟ طلع الجزء اللي قدام، طلع الجزء ده مع الدي ان اللي قدام دي عشان يبقى كلهم ثابت واحد، يبقى الدي ان في التفاضل بتاع الزاويه سي ان باي على ال مضروبه في الساين زي ما هي. طب بصوا بس كده، بصوا الطرف الشمال ده اسمه جي اوف اكس، داله نقول مثلا جي اوف اكس او اف اوف اكس بيساوي سمشن، لو شلنا كده كل دول كده وقلنا عليهم بي ان، مش الدي ان ده بس، كل ده كل الثابت ده سميناه بي ان، مضروب في ساين دي مين برضو احنا متعودين وعارفينها، دي فورير ساين سيريز. يعني انت عشان تجيب الثابت ده اهو، الثابت ده كله المقدار ده كله دي ان مضروبه في سي ان باي على ال دي كلها، تعمل ايه اللي هي بتكافئ مين؟ اللي بتكافئ البي ان. تجيبها ازاي؟ من القانون بتاع البي ان اللي احنا عارفينه في حاله الساين سيريز، ان هي ايه؟ متحقق شرط، يبقى 2 على ال في التكامل من صفر ل ال للداله جي اوف اكس اللي هو هيبقى مديها لك في المثال بتاعك في الساين، والال معلومه بالنسبه لي، اجيب الدي ان. بس مش هجيب الدي ان على طول، التكامل ده هيجيب لي دي ان مضروب في ثابت، وبعدين اقسم على الثابت ده، يبقى انا جبت الدي ان. يبقى انا دلوقتي المعادله اللي فوق دي كانت الحل النهائي، بس كان مين اللي مجهول فيها؟ السي ان والدي ان. لما استخدمت الانيشال الاولاني والانيشال الثاني قدرت ان انا اجيب السي ان بقيمه والدي ان بقيمه، نروح نعوض في المعادله تريبل ستار اللي هي اول معادله فوق دي، ويبقى احنا كده جبنا الحل النهائي. هي طريقه طويله بس في خطواتها الناس ان شاء الله لما تحلها مش هتلاقي فيها اي صعوبه. هندي بقى مثال، المثال ده عايز يحل الباوندري فاليو بروبلم، ده الاختصار بتاعها، باستخدام الام اس في. المعادله اللي قدامي اهي يو يو اكس اكس بتساوي يو تي تي اللي احنا متعودين نكتبها بالشكل ده كده، انا كتبتها في الجنب اهو، ده شكل المعادله اللي هو عايز يحلها، يو اكس اكس بتساوي يو تي تي اللي هي مين؟ اللي هي الويف ايكويشن.
طيب الويف ايكويشن كان بيبقى فيه هنا واحد على السي تربيع، معناها ان السي بكام هنا؟ معناها ان السي بواحد، واحد على السي تربيع بواحد، يبقى السي بواحد. بسمي المعادله اللي هي هو طالب يحلها، انا بسميها اول حاجه بفكر فيها كده اقول ان هي مين، بسميها معادله ستار. وبيقول ان الاكس دي بتتراوح ما بين الصفر وما بين والتلاته، يبقى من صفر ال، ال هنا هو ذكرها بكام في المثال ده؟ بتلاته. وقال لي ان التي اكبر من الزيرو. ناخد الباوندري كونديشن الاولاني، حط اكس بزيرو وحط الاكس بال، ال بقت بتلاته اهي، وساوي الناتج بزيرو. خد الانيشال كونديشن الاولاني، انيشال كونديشن بيقول لي حط التي في زيرو وساوي الناتج بزيرو، يبقى الداله اف اوف اكس. هو احنا كنا في الشكل العام كنا بنقول ان الداله هنا اسمها اف اوف اكس، هو هنا قال لي الاف اوف اكس بزيرو، مفيش اي مشكله. نيجي للجزء الثاني، يو تي لما تحط في التفاضل الجزئي اليو بالنسبه للزمن حط التي بزيرو، ساوي الناتج ب 2 ساين 4 باي اكس، اللي هي كنا احنا بنسميها في الشكل العام ايه؟ جي اوف اكس، داله اسمها جي اوف اكس. يبقى دي الداله الزيرو هي الاف اوف اكس، وجي اوف اكس بتساوي ايه؟ 2 ساين 4 باي اكس. والال بكام؟ والال ب3. والسي بكام؟ والسي ب1. انا اللي استنتجتها. نبتدي نفرض شكل الحل. الخطوات بقى ما فيهاش اي شيء، احنا فهمناها بالتفصيل في الحاله الاولى. تعالوا بقى نطبق مع السي معلومه والاف معلومه والجي معلومه، ونقول الخطوات هي نفس اللي احنا قلناها في الشكل العام الاولاني. بنفرض الحل عباره عن حاصل ضرب دالتين، داله اكس في داله تي. هنشرح بقى بسرعه شويه بان خلاص احنا فهمنا في المثال الاولاني، ونسمي المعادله دي دبل ستار، ونبتدي نفاضلها بالنسبه لاكس تديني اكس دبل اكس داش في التي، نفاضل كمان مره تديني اكس دبل داش دبل داش في التي. هنا لما نفاضل بالنسبه للزمن هتديني اكس في تي دوت، اليو تي تي لما نفاضل كمان مره تديني اكس في التي دبل دوت، التي فاضلناها مرتين. نبتدي نعوض في المعادله اللي هو مدهاني، اليو اكس اكس زائد اليو بتساوي اليو تي تي، خلاص حطيت اهو اكس دبل داش في تي بتساوي اكس في تي دبل دوت، اللي هي دي واللي هي دي، سويتهم ببعض. نقسم على حاصل ضرب اكس في تي، خطوات ما بتتغيرش. اما نقسم على حاصل ضرب اكس في تي يبقى التي دي هتطير ويتبقى لي اكس، الاكس دي هتطير ويتبقى لي في المقام تي، ونسويها لامدا. ولامدا ثلاث احتمالات. احنا لما حلينا المثال اللي فات لو الناس فاكره كده، عوضنا بلامدا بزيرو، ولامدا اكبر من الصفر واقل من الصفر، لقينا حل في انهي حاله؟ اللي هي اقل من الصفر. هنمر برضو على الحالتين الاولانيين كده بسرعه، وهنركز على الحاله الثالثه لان هي دي اللي هتديني الحل. هنا لما اقول اول حاله عندي ان لامدا بتساوي زيرو، يبقى الطرف الشمال ده اليمين ده هيساوي زيرو، والطرف ده هيساوي زيرو، واقسم الصفحه نصين. يبقى هنقول بتساوي صفر، يبقى اكس دبل داش بزيرو، نكملها مره تديني سي واحد، نكملها كمان مره هتديني اكس اوف اكس بتساوي سي واحد في اكس زائد سي اتنين. المعادله دي بسميها المعادله رقم واحد، وبيبقى مجهول فيها السي واحد وسي اتنين. الطرف ده ما بمشيش فيه ليه؟ عشان احنا عارفين ان الكيس الاولى اصلا هتديني اكس اوف اكس بزيرو، ولما هضربها في تي اوف تي هتطلع الناتج بزيرو، يبقى مش محتاجه اجيب التي اوف تي في الناحيه اليمين دي. بعد كده انا عندي السي واحد والسي اتنين دول مجهولين، نروح للباوندري كونديشن الاولاني تاني. ادي الباوندري كونديشن الاولاني، يو اوف زيرو وتي بيساوي صفر. نروح في المعادله دبل ستار ونحط اكس سمول بزيرو، وعندي حاصل ضرب اكس اوف زيرو بزيرو وتي اوف تي بزيرو، خلاص احنا متفقين ان دي اللي بتتحط بصفر. يبقى اكس اوف زيرو بتديني زيرو، اروح اعوض في المعادله رقم واحد. لما نعوض في المعادله رقم واحد هنلاقي ان سي اتنين طلعت بصفر، اللي هي المعادله واحد كانت ايه؟ سي واحد اكس زائد سي اتنين بتساوي زيرو. طيب ناخد الباوندري كونديشن التاني، لما كانت ال اللي هنا بقت بتلاته اهي، هنحط الاكس بتلاته ونساوي الناتج بزيرو، يبقى اكس اوف تلاته في التي اوف زيرو بتساوي زيرو، يبقى الاكس اوف تلاته بتساوي صفر. نروح في المعادله رقم واحد بمعلوميه ان سي اتنين بزيرو والاكس بتلاته، هنجيب ايه؟ سي اتنين بزيرو، يبقى لي تلاته اللي هي قيمه الاكس في سي واحد بتساوي صفر، يبقى السي واحد كمان بزيرو. السي واحد بصفر والسي اتنين بصفر، يبقى الاكس اوف اكس، الاكس عند جميع قيم اكس الداله كلها بصفر، عند كل قيم اكس الداله بصفر. نروح في المعادله دبل ستار اللي هي الحل. طب لما دي اصلا بصفر يبقى خلاص الحل كله بصفر ويعتبر حل مرفوض، ودي الحاله الاولى. الحاله الثانيه ان انا احط لامدا اكبر من الزيرو. لامدا اكبر من الزيرو يبقى انا هسميها بي تربيع عشان اضمن ان هي على طول موجبه، ونبتدي نقسم برضو الجزئين دول. ناخد اكس دبل داش على اكس بتساوي بي تربيع، ونمشي فيها ونجيب الجذر
والطرف ده مش هنمشي فيه في حاجة، هنكتبه بس ومش هجيب التي اوف تي. لما هنعوض ونجيب الجذر بنفس الطريقة كده ان احنا نستخدم الدي اوبريتور، هيطلع ان الفا واحد واتنين بتساوي موجب وسالب بي، وده جذر ريال ونوت ريبيتد. يبقى الاكس اوف اكس لجميع قيم اكس بتساوي سي واحد في اي اس بي اكس زائد سي اتنين في اي اس سالب بي اكس، ونسمي المعادلة دي رقم اتنين ومجهول فيها السي واحد والسي اتنين. ناخد الباوندري كونديشن الاولاني ونطلع منه ان الاكس اوف زيرو بصفر، نروح نعوض في المعادله رقم 2. لما تحط الاكس بزيرو الاكس دي، نحط الاكس دي بصفر بقى سي واحد، ونحط الاكس دي بصفر بقى كل ده بواحد، خلاص بقت سي 2، بقى سي واحد زائد سي 2 بكابيتال A. ناخد الباوندري كونديشن الثاني، ناخد الباوندري كونديشن الثاني اللي بيقول يو اوف 3 وتي بتساوي زيرو، يبقى الاكس اوف 3 ولا تي اوف تي بزيرو، ناخد الاكس اوف 3 اللي بزيرو، نروح نعوض في المعادله رقم 2. حطينا الاكس اهي ب 3 هنا والاكس هنا ب 3، وقلنا ان المعادله دي رقم كابيتال بي. نحل المعادله كابيتال A وكابيتال B مع بعض. الاولانيه كانت ايه؟ سي 2 بتساوي سالب سي 1، جبناها منها. نروح نعوض هنا عن السي 2 بسالب سي 1، وناخد السي مشترك، وقلنا هنستبعد ان القوس ده بصفر لان ال 3 اكبر من الزيرو والبي اكبر من الزيرو، يبقى ما قداميش الا ان السي 1 هو اللي بيبقى يكون بزيرو. وفي الحاله دي لما السي 1 بصفر السي 2 بتساوي سالب سي 1، فالسي 1 والسي 2 اللي كانت محتاجاهم المعادله رقم 2 طلعوا بزيرو، يبقى الاكس اوف اكس بصفر. نروح نعوض في الحل اللي هو حاصل ضرب الدالتين دول، يطلع بزيرو ويكون حل مرفوض. ناخد الكيس بقى، ودي اللي هنركز عليها في الحل بتاعنا، الكيس الثالثه ان فيها لامدا اقل من الزيرو يعني بتساوي سالب ب تربيع. في الحاله دي هنقسم الصفحه نصين وهنبقى عارفين ان احنا هنشتغل في الجزء اليمين. نيجي للجزء الشمال، هنوجد الجذر بنفس الطريقة، هيطلع الفا واحد واتنين بموجب وسالب، احنا هنساوي ان اكس تي دبل داش على اكس بتساوي سالب بي تربيع، ونعديها الناحية التانية وناخد ونعمل دي اوبريتور ونجيب الجذر، ويطلع بايه؟ بكومبلكس موجب وسالب اي بي. يبقى الحل عبارة عن سي واحد كوزاين بي اكس زائد سي اتنين ساين بي اكس، ونسمي المعادلة دي تلاتة. نيجي للطرف ده، ده بقى هنشتغل فيه. اول مره هنشتغل فيه تي دبل دوت على تي بتساوي سالب بي تربيع، نجيب نحولها للدي اوبريتور بالشكل ده كده، يبقى دي تربيع زائد بي تربيع في التي بتساوي زيرو، ونجيب الجذر ونلاحظ بقى ان الفا تربيع بتساوي سالب بي تربيع، يبقى برضو الفا واحد واتنين كومبلكس بموجب وسالب اي، ونسمي ثوابت جديده سي 3 وسي 4، ونحط هنا احنا داله في تي وهنا داله في تي ساين بي تي وكوزاين بي تي. ده الشكل العام اللي احنا هنعوض فيه في حالة الحل لما يكون الجذور كومبلكس ونوت ريبيتد. يبقى انا عندي المعادلة 4 والمعادلة رقم 3. المفروض عشان نوجد المعادلة رقم 3 محتاجة سي 1 وسي 2 يبقوا معلومين، واحنا عارفين ان سي 1 وسي 2 بنجيبهم من الباوندري كونديشن الاولاني والتاني. الباوندري كونديشن الاولاني ما نحط اكس بزيرو، يبقى اكس اوف اكس بزيرو، يبقى نعوض هنا اكس نحط اكس دي بزيرو، يبقى المقدار ده طار ساين صفر بصفر. كوزاين لما نحط اكس بزيرو كوزاين صفر بواحد، يبقى سي واحد هي اللي بتساوي صفر، خلاص يبقى احنا جبنا السي واحد. ناخد الباوندري كونديشن التاني، نحط الاكس اوف 3 في تي اوف تي، يبقى الاكس اوف 3 هي اللي بصفر، نروح نعوض في المعادله دي يا باشمهندسين، الاكس هنا واحد بزيرو، اتبقى لي اكس 2 في ساين 3 بي، نحط الاكس دي نشيلها ونحط مكانها 3 ب 3 بي، يبقى الاختيار اللي قدامي نستبعد ان سي 2 لا تساوي صفر، يبقى الساين دي تساوي صفر، امتى؟ لما الزاويه بتاعتها اللي اسمها 3 بي تساوي ان باي، يبقى البي بتساوي ان باي على 3، واحنا قلنا الحته دي في المثال اللي فات، وقلنا ان ده بقى قانون بالنسبه لي ان البي هتساوي ان باي على ال، والال كانت في المساله بتاعتي ب 3. خلاص؟ يبقى دلوقتي هنجيب المعادله رقم 3 الجديده اللي احنا هنسميها اكس اوف اكس، هتساوي ايه؟ سي 1 بزيرو، يبقى لي سي 2 في ساين، وشلت البي وحطيتها بان باي على 3، بقت المعادله دي رقم انا سميتها المره دي 5، يبقى 5 اللي هي المعادله 3 بعد ما جبنا السي 1 والسي 2. المعادله 4 القديمه اللي هي تي اوف تي اللي احنا كنا جبناها من الطرف اليمين، والمعادله 5 ابتدي اخدهم هما الاثنين واعوض بيهم في المعادله دبل ستار اللي هي حاصل الضرب، ادي المعادله دبل ستار اكس في تي، نضربهم في بعض هيبقى سي 2 في سي 3 ساين بزاويتها في كوزاين، اللي بعدها سي 2 في سي 4
ساين بزاويتها في ساين بزاويتها. الزوايا بقى هنا هتختلف، ان باي على ان باي اكس على 2، وهنا هنشيل البي اللي هي ان باي على 3 بس مضروبه في التي، وكذلك ايه الزاويه هنا برضو. احنا اتفقنا لما يكون عندي ثوابت مضروبه في بعض هسميهم ثابت جديد اسمه سي ان، وهنا ثوابت برضو جديده مضروبه في بعض سي 2 وسي 4 سميهم دي ان. بقى الشكل النهائي للحل بالشكل اللي قدامي ده عباره عن ايه؟ سي سمشن. احط بقى سمشن سي ان في ساين في كوزاين زائد دي ان في ساين ساين، ده الحل. المعادله تريبل ستار هي دي الحل، بس ناقصها ان احنا نوجد سي ان ودي ان. طب ما احنا متفقين ان دول في حاجه كده من اول مساله ما احنا بنسيبها لاخر خالص، وهي الانيشال كونديشن. الانيشال كونديشن بيقول لي حط التي بزيرو في الداله يو اوف اكس وتي، وساوي الناتج بالاف اوف اكس اللي هي في المثال بتاعي بتساوي زيرو. يبقى هروح اعمل ايه؟ هحط التي بزيرو في المعادله دي. لما نحط هنا التي بزيرو ساين صفر بصفر كل الترم ده بقى بزيرو، حط التي بزيرو بقت كوزاين بواحد، اتبقى لي سي ان في ساين، يبقى سي ان في ساين في السمشن بيساوي مين هنا؟ بيساوي الاف اوف اكس اللي هي بكام بالمثال بتاعي؟ بزيرو. ممكن في مثال تاني تبقى باي دال، وانا عارف ان السي ان دي عشان اوجدها اللي هي بتكفي البي ان من فورير ساين سيريز، يبقى السي ان هي نفسها قانون البي ان لو انت عايز تحسبها 2 على ال في التكامل من صفر ل ال في الداله اف اوف اكس في ساين. طب الاف اوف اكس اصلا في المثال بتاعي بصفر، يبقى التكامل ده كله بزيرو، يبقى السي ان من الحسابات التكامل طلعها لي بزيرو. يبقى انا وجدت كده السي ان. مين اللي كانت محتاجه السي ان؟ المعادله دي، معادله تريبل ستار دي. باقي لي الدي ان، اروح لمين؟ للانيشال كونديشن 2. الانيشال كونديشن 2 بيقول ايه؟ بيقول يو تي اوف اكس وزيرو، يعني هات التفاضل الجزئي للداله يو بالنسبه للزمن وساوي الناتج بداله اسمها جي اوف اكس اللي احنا مسمينا في المثال بتاعنا 2 ساين 4 باي اكس. طب انا احسب التفاضل الاول، التفاضل احنا متفقين التفاضل كان في الدالة الأصلية دي بساين، لما هنفاضلها هيديني السال كانت دي بكوزاين، كوزاين دي كانت في الدالة الأصلية بكوزاين، الساين دي كانت بكوزاين. لما تفاضل الكوزاين هتديك سالب ساين، ودي اتحولت لساين. في تفاضل الزاوية أهو طلعته قدامه إن باي على 3. نرجع، كانت الكوزاين دي في الدالة الأصلية بساين، لما فاضلنا الساين إدتني كوزاين، فبقت دي كوزاين. تفاضل الزاوية دي خلوا بالكم ان الاكس الاخيره دي تي، معلش الاكس الاخيره دي المفروض تتعدل وتبقى تي. لما نفاضل الزاويه دي لان بفاضل بالنسبه لتي هيديني ان باي على 3، يبقى الاكس دي تتعدل وتبقى تي. هنعوض في التفاضل ده عن التي دي بزيرو، يبقى اي حاجه فيها تي بزيرو. خلوا بالكم احنا اتفقنا احنا هنحط الاكس دي خطا في الكتابه، هتبقى تي لما نحط دي بزيرو، لما نحط دي بزيرو لان التي دي هتبقى بزيرو، كوزين صفر بواحد خلاص اتبقى لي دي ان في الزاويه في تفاضل الزاويه دي في الساين دي. طيب وهنا لما نحط التي بزيرو كل المقدار بتاع السي ان ده بزيرو، كل ده بقى بزيرو خلاص، يبقى لي سمشن دي ان في الثابت ده في الساين اللي زاويتها فيها اكس، اللي زاويتها دي المفروض تبقى تي، خلاص بقت بواحد. يبقى انا عايزه احسب وبساويه بمين؟ هو قايل لي ساويه بمين لما تحط التي بزيرو في يو تي؟ ساويها بالداله ده 2 ساين 4 باي اكس، ادي 2 ساين 4 باي اكس بتساوي دي. الثابت ده هو كله الدي ان مضروبه في المقدار ان باي على 3 اللي هو بيكافئ مين لو انت عايز تحسبه؟ اللي هو بيكافئ البي ان. يبقى انا هروح الجا للتكامل واحسب ان الثابت ده كله الدي ان في الثابت ده كله بيجي من نفس القانون، بس خلي بالكم ان هنا بقى الداله اسمها جي اوف اكس. طب انا ممكن احل بطريقه ثانيه وابسط واسهل وتوفر عليا وقت التكامل، وهي ايه؟ هو احنا لو فكينا السمشن ده ايه اللي هيحصل؟ سيبكم بقى من التكامل لان مش هلجا للتكامل. انا عندي طرفين بيساووا بعض، الطرف الشمال ده 2 ساين 4 باي اكس، ادي الطرف الشمال، الطرف اليمين مش احنا لو فكينا السمشن ده هنعمل ايه؟ هيديني حط ان بواحد، ادي ان بواحد، يبقى دي واحد في باي على 3 في ساين باي اكس على 3، حط ان ب2 زائد دي 2 2 باي على 3 ساين 2 باي. طب هفضل ماشي ان ب3 ان ب4 ان ب5 وهكذا، المفروض كل مجموع الترمات دي كلها بيساوي الترم ده هو بس. طب يعني ترم واحد بيساوي مجموع الترمات، طب ما انا احاول اشوف، يبقى في ترمات كتير هتبقى بصفار ما عدا ترم واحد منهم هو اللي هيساوي الترم ده، اجيبه منين؟ اساوي الزوايا. انا عايزه الزاويه دي الزاويه اللي في الساين تبقى اسمها 4 باي اكس. نبص كده للشكل اللي فوق، الشكل اللي فوق ده اهو،
ان باي اكس على 3، انا عايزه الزاويه دي يبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمها 4 باي اكس. لما احط هنا كام الان بكام، المقدار ده كله يديني 4 باي اكس، ونحط ان ب 12. يبقى عشان الزوايا تتساوى ما بين دي ودي لازم احط الان هنا ب 12. خلاص يبقى كل الدهات دي 1 دي 2 لغايه دي 11 بصفر، ودي 13 لغايه ما لا نهايه بصفر، ادي 12 بس اللي لها قيمه. يبقى انا احسب عند الان ب 12 هلاقي ايه؟ هلاقي المقدار ده دي 12. لما تحطه هنا الان ب 12 اتبقى لي 4 باي، ما تحطه هنا الان ب 12 اتبقى لي 4 باي اكس اهي. طب والباقيين دول قبلها وبعدها كله بصفار بصفار. طب لما نساوي بقى الاثنين دول يبقى 2 ساين 4 باي اكس بتساوي دي 12 في 4 باي في ساين 4 باي اكس. انا مين؟ انا بدور على مين؟ انا كنت الهدف من ده كله ان انا عايزه اجيب الدي ان دي. فهو في النهايه قال لي ان الدي ان هي عباره عن قيمه واحده من اللي ان اللي هي ان فيها ب 12 والباقي كله بصفار. لما هساوي المقدار ده ببعضه يبقى الثابت اللي قدام ده اهو الدي 12 في 4 باي بيساوي كام؟ ما هي ساين زاويتها بساين زاويتها هنا زي بعض، يبقى بتساوي 2. يبقى الدي 12 بتساوي البعيد على القريب يبقى 2 على 4 باي، يعني بيساوي 1 على باي. طب وبقيه الدهات بزيرو. خلاص. طب نرجع تاني بقى المعادله تريبل ستار اللي انا كنت بجيب لها السي ان والدي ان. الناس لو تفتكر ان لما حسبنا السي ان التكامل عشان الداله اف في اكس كانت بزيرو، فالتكامل بتاع السي ان طلعها لي بصفر، يبقى سي ان بصفر، خلاص كل اللي في السي ان ده بزيرو. طب والدي ان؟ انا ما حسبتش كل الدي ان، انا لقيت ان كله بصفار ما عدا الدي 12، يبقى انا هحط هنا مكانها الدي 12 بس، واحط الان هنا ب 12 واحط الان هنا ب 12، فهنا هتتدقق لي ايه؟ خلوا بالكم برضو ان الاكس دي من الاسفه معلش الاكس دي هتتكتب تي. الاكس دي تتكتب تي. يبقى هنا دي 12 اللي هي بواحد على 2 باي في ساين 4 باي اكس في ساين 4 باي تي. حطينا الان هنا ب 12 اداني 4، وان ان ب 12 اداني 4 في الزاويه، والدي ان انا جايبه قيمته اهي 1 على 2 باي. يبقى ده الحل بتاع المعادله التفاضليه اللي هو كان مديهاني في البدايه بشكل يو اكس اكس بتساوي يو تي تي، ومديني انيشيال وباوندري كونديشن بشكل معين. المثال الثاني هو عباره عن برضو عايز يحل البارشال ديفرنشال ايكويشن دي، بس لو نلاحظ ان المعادله اللي هو مديها لي عباره عن ايه؟ يو اكس اكس بتساوي يو تي. نركز هنا مش يو تي تي، يو تي بس، يو تي بس اهي، انا كاتبه لكم اهي بالشكل اللي انتم عينيكم متعوده عليه. يو اكس اكس بتساوي يو تي، هي المعادله اللي هو فوق اللي هو عايز يحلها. اول خطوه عندي ان انا هقول ان المعادله دي هيت، يبقى انت عايز ايه؟ خلي بالكم كل اللي احنا شرحناه كان بيتكلم على الويف. هناخد بقى المعادله الهيت اهي، مفيش اختلاف، الناس بس هتلاحظ حاجات بسيطه جدا في الاختلافات. ادي المعادله اللي هو عايز يحلها بسميها ستار اللي هي هيت ايكويشن، وبنلاحظ ان الاكس محصوره ما بين الصفر والاثنين، الاثنين دي هي ال. طيب هنلاقي الباوندري كونديشن بيساوي كام؟ بيساوي صفر. والانيشال كونديشن بيقول لي لما تحط التي بزيرو ساويها بالداله دي. طب وفين الانيشال كونديشن الثاني؟ ما احنا متعودين ان في اتنين انيشال كونديشن، ادي واحد اهو، والمفروض كان جنبه كده بيقول لي يو تي لما التي بزيرو بيساوي كذا، مش هنحتاجه في الهيت حتى لو هو ذاكره في المساله. الناس تاخد بالها من الحته دي كويس، حتى لو هو كاتبه بس انت تركز على المعادله اللي هو مديها لي هي هيت ولا ويف. لو هي ويف يبقى انا لازم اخد انيشال كونديشن اتنين. طيب لو هي هيت، لو هي هيت يبقى انت حتى لو هو كاتب الانيشال كونديشن الثاني انت مش هتحتاجه، هنلاحظ واحنا بنحل هنقول ليه مش هنحتاجه. طيب نبتدي بقى خطوات الحل. انا بفرض الحل عباره عن حاصل ضرب الدالتين، وفاضل بالنسبه لاكس مره، وفاضل بالنسبه لاكس مرتين، وفاضل هنا بالنسبه لتي. محدش هلاقيه كاتب لي يو تي تي، هو انت محتاجها؟ هو انت هتحتاج اليو تي تي؟ بص كده في المعادله دي، لان المعادله دي محتاجه مين؟ يو اكس اكس يو تي، يبقى انت مش محتاج اليو تي تي. ملاقيش حد كاتبها بقى لو هي عايز خطوات حل، ليه؟ لان انت مش هتحتاجها. يبقى اقصى حاجه عندك تي دوت واحده متفاضله مره واحده. ونبتدي ناخد اليو اكس اكس اهي واليو تي نحطها في الطرف ده، يبقى انا عوضت في المعادله ستار الاولانيه دي. نقسم على حاصل ضرب اكس في تي، ونساوي الناتج اللي بعد القسمه بلمضة. نفس الخطوات يا باشمهندسين، ما غيرناش حاجه. ولمضة ليها ثلاث احتمالات، زيرو اكبر من زيرو اقل من زيرو. نبتدي هنا ندخل بقى على الكيس الثالثة. انا يعني رأفة بالناس لاني انا بس شرحت المثال الاولاني والمثال الثاني،
الكيس الاولى والثانيه والثالثه عشان الناس تبقى فاهمه، وليه استبعدنا الكيس الاولى وليه استبعدنا الثانيه. لو كنا دخلنا على الثالثه على طول الناس كانت هتبقى عندها كده شوق ان هي تعرف الحاله الاولى والحاله الثانيه دول يا ترى اتلغوا ليه، طب ما درسناهمش ليه، اديك درستهم وعرفتهم. بس احنا عشان توفيرا للوقت والخطوات احنا هنبتدي على طول حل من الكيس الثالثه. يبقى فهمنا وعرفنا الحاله الاولى والحاله الثانيه احنا بنكنسلهم ليه، وبيبقوا حل مرفوض بالنسبه لي بالشرح المثالين اللي احنا ذكرناهم. تعالى بقى في المثال ده ندخل على الحل على طول، وده اللي انتوا هتبتدوا بيه حل ومطالبين بيه في الامتحان. يبقى الكيس الاولى والكيس الثانيه الناس تبقى فاهمهم كويس جدا وليه هم طلعوا بصفر، الكيس الثالثه هي دي اللي تبتدي تحل بيها في الخطوات اللي هتحاسب عليها في المساله لو هو طالب خطوات اصلا ما كانش الامتحان ام سي كيو او حاجه. يبقى الكيس الثالثه هنا بتقول ايه؟ ان لامدا اقل من الصفر، دخلت عليها على طول، اللامدا بتساوي سالب بي تربيع، شرحنا بقى ليه بنسميها كده وخلاص فهمنا، واقسم الصفحه نصين وابقى فاهم ان انا هشتغل في الناحيتين. يبقى اكس دبل داش على اكس بتساوي سالب بي تربيع، نعديها الناحيه الثانيه، نحول المعادله للدي اوبريتور بالشكل ده، نجيب الفا تربيع، يبقى انا هجيب الفا 1 و2 طلعت بموجب وسالب اي بي لانه جذر للسالب. كومبلكس نوت ريبيتد، يبقى ده شكل الحل بتاع الاكس اوف اكس، سي 1 كوزاين اكس زائد سي 2 ساين بي اكس. نيجي في الطرف اليمين، اكس تي دوت على التي بتساوي سالب بي سكوير، نعدي البي الناحيه الثانيه ونجيب الدي اوبريتور. بس نلاحظ حاجه، نلاحظ حاجه دي مختلفه عن الحالتين اللي فاتوا لان المعادله هيت، يبقى التي دوت على التي بتساوي كده، يبقى التي دوت هنا ما تكتبليش دي سكوير، خلي بالك التي متفاضله مره واحده، يبقى هنا دي مش دي سكوير، لما متفاضله مرتين يبقى دي سكوير، يبقى هنا دي بس. الدي هنا هتساوي ايه؟ اما احنا هنحولها لالفا هتساوي سالب بي سكوير، خلاص هو ده الجذر لان دي اصلا معادله متفاضله مره واحده، فانا عندي حل واحد اهي، جذور واحده. يبقى الالفا هنا ما تقوليش بقى 1 و2، الفا بس او الفا 1 بتساوي سالب بي تربيع، نوعها ايه؟ ريال ونوت ريبيتد. طب الحل ما يكون ريال بنعمل ايه؟ سي ثابت في اي اس الالفا او الجذر اللي طلع في التي، لان الداله متفاضله بالنسبه للتي، يبقى سي 3 عشان برضو انا مستخدمت سي 1 وسي 2 يبقى استخدم ثابت جديد في قيمه الجذر اللي طلعت اهي اللي هو سالب بي سكوير مضروب في التي. يبقى عندي اكس اوف اكس وعندي تي اوف تي، المعادله 3 و4. نبتدي نوجد للمعادله 3 سي 1 وسي 2 بنفس الخطوات، هاخد الباوندري كونديشن الاولاني اللي هما الاثنين دول في صفار، يبقى اخد اكس اوف 0 في 0، اروح اعوض في المعادله دي عن اكس دي ب 0 يبقى ساين دي طارت، عن اكس دي بزيرو يبقى كوزاين بواحد يبقى سي واحد بصفر بأول ثابت طلعناه. نروح ناخد الباوندري التاني، نحط الاكس الصغيرة باتنين، نقول الاكس اوف الاتنين هي اللي بزيرو، نروح نعوض عن الاكس واحد بزيرو والاكس اتنين نسيبها زي ما هي ونحط ساين بي اكس، والاكس دي تبقى باتنين يبقى باتنين بي، واحنا اتفقنا ان احنا هنقول ان الاكس اتنين لا تساوي الزيرو، يبقى هساوي ساين اتنين بي بصفر. امتى يحصل؟ لما ال n لما 2 بي اللي هي الزاويه تساوي n باي، وانا عارف ان البي بتساوي n باي على 2. خلاص خطوات بالنسبه لي بقت ايه؟ سهله، وتالت مره بنقولها. اروح اعوض في المعادله رقم 3، معادله رقم 3 سي 1 ب 0، السي 2 سبتها زي ما هي، حطيت هنا ساين بي اكس، البي هنا بكام؟ ب n باي على 2، حطيتها اهي مكان البي هي دي، وسميت المعادله 3 الجديده سميتها 5. اروح اضرب المعادله 3 والمعادله 4 اضربهم في بعض لان هي مين؟ هي التي والاكس، يبقى اليو اوف اكس وتي بتساوي اكس اوف اكس في تي اوف تي، اما تضرب سي 2 في سي 3 ادي سي 2 في سي 3، اي اس سالب بي سكوير تي اهي في ساين دي نزلتها، يبقى انا هضرب المعادله 3 المعادله 4 في المعادله 5، المعادله 4 في 5، والثابتين دول هشيلهم احط ثابت جديد اسمه السي ان، يبقى اي اس سالب، شلت بقى البي سكوير، البي اصلا كانت ب ان باي على 2، يبقى ان تربيع باي تربيع 2 تربيع ب 4، وحطيت الساين زي ما هي. يبقى انا عندي عايزه اجيب السي ان دي. لو هتلاحظوا حاجه انا قلتها لكم يمكن في الاول، ان الانيشال كونديشن في حاله الهيت ما بيدينيش 2 بيديني 1، ليه؟ شوف كده المعادله، ما هي دي المعادله اللي احنا كنا بنسميها تريبل ستار، الحل النهائي اهي يو اوف اكس وتي، لما بنضرب الاكس اوف اكس دي اللي طلعت دي
في التي اوف تي دي اللي هي المعادلة 5 في 4، لما كنا بنضربهم كان بيبقى هو ده الحل النهائي ونقول عليه تريبل ستار. لو انتوا لاحظتوا في المثالين اللي فاتوا في المعادلة الويف كان التريبل ستار عبارة عن سي ان مضروبة في حاجات كده، وزائد الدي ان مضروبة برضو في ساين وكوزاين وكلام من ده. طب الدي ان راحت فين؟ اختفى. ليه؟ لان انا مفضلة مرة واحدة، فبالنسبة لي في ثابت واحد هو ده الثابت التاني، الدي ان هيختفي في الهيت، عشان كده ما احتاجناش الانيشال كونديشن التاني اللي كنا منه بنجيب الدي ان. خلاص يبقى المعادله دي مكون فيها السي ان، نروح الانيشال كونديشن الاولاني. ادي المعادله اهي زي ما قلت لكم بنسميها تريبل ستار، مجهول فيها السي ان. نجيب الانيشال كونديشن الاولاني، بيقول لي ايه؟ حط فيها التيب 0 وساويها بالمقدار ده كله بالداله دي. خلاص حط التيب 0، ما تحط تي دي ب 0، يبقى يو سي 0 بايه؟ بواحد. يبقى لي سي ان الساين خدتها نزلتها هنا اهي، وساوي الناتج لما تحط في التريبل ستار اللي فوق دي، لما تحط التي بزيرو ساوي الناتج ب3 ساين الداله اللي هو مديها لي، 3 ساين في ناقص 5 ساين 4 باي اكس اللي هي دي. طيب انا بدور على مين؟ انا بدور على ده. انا مش هلجأ للتكامل برضو هنا، بما ان هنا في ساين وهنا في ساين، يبقى انا افكر في ان انا اخلي الزوايا زي بعض. طيب هنا في ترمين، ان احنا لو فكينا السمشن ده عندي عدد لا نهائي من الترمات اهو، يعني خدنا واحد سي واحد زائد كذا زائد سي اتنين في ساين زائد سي اربعه في ساين وهكذا. طب انا امتى مين الترمات اللي تبقى بصفار ومين الترمات اللي تتحسب؟ اللي يحدد الزوايا دي. الزاويه الاولى اسمها ايه؟ 2 باي اكس. يبقى انا عايز اخلي الزاويه دي احط ان بكام عشان يطلع الناتج 2 باي اكس؟ احط الان ب4، يبقى انا هحتاج واحده فيها الان ب4. نبص للزاويه الثانيه، 4 باي اكس، هتحط الان هنا بكام عشان الناتج ده يطلع ب4 باي اكس؟ هحطها ب8. خلاص يبقى دول القيمتين اللي ليهم قيمه في السي ان والباقي بصفار. يبقى انا هحسب سي 4 وسي 8، نزل الطرف الشمال ده زي ما هو، الطرف هنا كله هيبقى بصفار الترمات اللي بنقط دي، ما عدا لما تحط الان ب4 والان ب8. حطيت الان هنا ب4 والان هنا ب4، حصلت على ده. حطيت الان هنا ب8 والان هنا ب8، حصلت على ده، بقيت الترمات بصفر. طب نبتدي بقى، بصوا كده لما الترمين دول بيساوي الترمين دول، السي 4 هنا اللي هي المعامل اللي مضروب في ساين 2 باي اكس، ساين 2 باي اكس، يبقى السي 4 بكام؟ ب3. ادي السي 4 ب3. نيجي للناحيه الثانيه، ساين 4 باي اكس، ادي في الاخر اهي ساين 4 باي اكس، اللي قدامها ده هو اللي بيساوي ده، يبقى السي 8 بسالب 5، سي 8 بسالب 5، ادي سي 8 ودي سالب 5، يبقى سي 8 بسالب 5 وسي 4 ب3. طيب نروح بقى في المعادله اللي كانت محتاجاها اللي هي فوق دي، تريبل ستار دي الحل، بس هنا الحل كاتب لي سمشن، وانت لما حسبت السي ان ما حسبتش السي ان لكل الان من الواحد للملهي، لا قلت لي عند الان ب4 والان ب8، هي دي اللي لها قيم. خلاص يبقى هنفك السمشن ده عند القيمتين دول بس، حط ان هنا ب4، لان هنا ب4، الان هنا ب4، ومره كمان ب8، يبقى هحصل اهو، هم حاطين الان ب4 والان ب4 وبعدين الان ب8 8 8، يبقى ترمين من فك السمشن ده بس اللي هحصل عليهم والباقي بصفر. ونبتدي بس نشطبها، هيبقى 3 واحنا عارفين السي 4 ب3، ولما نختصر دي مع بعضها تديني اي اس سالب 4 باي تربيع تي في الساين، لما نختصر برضو الزاويه، والسي 8 انا عارفه قيمته بسالب 5، وفي الاس ده برضو لما هنختصر هيديني سالب 16 باي تربيع تي، والساين لما هنختصر ال 8 دي على ال 2 هيديني 4 باي اكس. لو الناس فاكره ال في امثله احنا شرحناها النهارده بالام اس في، لكن المحاضره اللي فاتت لما خدنا دالمبرت حلناها بانيشيال كونديشن هو كان ذاكرها او باوندري كونديشن هو كان ذاكرها، فكان الحل ابسط بكتير من الطريقه دي، بس احنا مضطرين نحل بيها لو هو طلب ان احنا نستخدم الام اس في او طريقه فصل المتغيرات في حل البارشال ديفرنشال ايكويشن اللي من نوع الهيت والويف ايكويشن. يا رب يعني اكون افدتكم في الجزئيه دي، واتمنى ان الناس تحل على المحاضره دي النهارده في شيت رقم 3 اول مساله، الناس تحلها بايديها وتتدرب، ولو في اي حاجه واقفه معاكم في الجزئيه دي ابعتولي على الخاص عندي او باي طريقه واتس او ماسنجر، الناس تتواصل معايا، واللي مش فاهم اي حاجه انا تحت امره ان انا اشرحها له بالتفصيل تاني. مع السلامة.